في اتنين لعيبه، عايز اتنين لعيبه بس عايزك توجه لهم رساله. مصطفى شوبير رقم واحد، تحب تقول له ايه؟ مصطفى شوبير اتحطيت في موقف صعب، اتحطيت في موقف محتاج راجل، وطلعت راجل وكسبت حب ودخلت قلوب الجماهير مش قلوب شادي. عظيم. وقلت للنادي الاهلي يمتلك حارس مرمى جيد شرس بيتعامل مع كرات صعبه جدا وكنت قدها وقدود، ودي هي تربيه النادي الاهلي الحقيقيه. عظيم. عايز رساله كمان لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم انت لعيب كبير، لعيب سوبر، كورتك كويسه، لازم تلعب الكوره اسرع من كده، بلاش البطء، علشان في البعض، والبعض دول في جماهير بالملايين يعني كتير. فواخد انطباع ان ده غرور. فانت اللي بايدك تغير ده، العب الكوره بسرعه، استخلص الكوره، يبقى في جديه، الشراسه بتاعت وشي تبقى موجوده، لكن اللعب باريحيه وبهدوء في المباراه، ده مطلوب. لكن مطلوب في نفس الوقت اللي انت تتخلى عن فكره الكوره تبقى في بطء او في رجل كتير. صحيح. يعني صحيح. ده رايي، لكن صحيح. هو لعيب سوبر طبعا.